بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي أحب أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وإلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيق. ما في شك اليوم المملكة تحتفل بعيدها الوطني 87. أيضا هذا العيد ليس عيد للمملكة فقط، وإنما هو أيضا عيدنا جميعا صحيح. لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه الفرحة عامة ندل على شيء إنما يدل على هذه العلاقة الوثيقة والمتطورة دائما التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية.